هنا عندي بالمثال مطينا الـ ODE، هذا هو الـ ODE، مطينا الـ Initial Condition ومطينا الـ Increment. شي يريد يقول solve the following ODEs exactly and numerically، يعني حلها تحليليا وعدديا، و estimate the error، يريد بين التقريب والحقيقة ايش قد الـ error، بعدين show the numbers on table and graph. هذا مطلب إضافي، الحلول حطها أو الأعداد حطها على الجدول أو الرسم. شلون نوجد الحل هذا؟ شلون أوجد الحل؟ شلون من هاي المعادلة التفاضلية أوجد الحل؟ مثل ما قلنا، أول شيء نشوفه هل هي first order أو second order. هي first order. زين، هل هي سيبرابل؟ نقدر نكاملها؟ يعني إذا نخلي الواي بهاي الجهة راح يبقى الاكس على واي، حتى لو نقسم كل الحدود على واي راح يبقى الاكس على واي، فما راح ينفصل، فما نقدر نكامل. هل هي اكزاكت؟ يعني هي ما مرتبة بشكل انه اسويها اكزاكت، ما يخص الـ dx بجهة وما يخص الـ dy بجهة، أنا أقدر أطبق هالشكل بس راح يطول الحل ويمكن ما تنحل exact، فهي ما مرتبة بشكل exact. فنروح على طريقة الـ integrating factor، والـ integrating factor هاي المعادلة إذا أرتبها بهذا الشكل، يعني إذا أخلي الواي من هاي الجهة وأخلي الماينس إكس بنفس مكانه، راح أشوفها تشبه برنولي إكويجن. إذا نعتبر أنه البي إكس، البي إكس هو ماينس واحد، يعني إذا قارنا هاي المعادلة بالبرنولي راح يطلع لي البي إكس سالب واحد، والآر إكس أو الكيو إكس ما يخص ان نقول الرايت هاند سايد، ما يخص هو ماينس اكس. فهذا هو البرنولي كويشن. مجرد انه اوجد الانتجريتنج فاكتور اللي هو الاكسبوننشال، التكامل، البي اكس بي دي اكس، وراح يطلع لي اكسبوننشال ماينس اكس. هذا الاكسبوننشال ماينس اكس اضربه بكل الحدود، فراح تطلع لي المشتقة الاولى او الدالة الاولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الاولى، يروح التكامل ويا المشتقة يبقى الواي، فراح يطلع لي الواي الاكسبوننشال اكس بلس اكس بلس 1، ماكو ثابت. ليش؟ ينعوض عوض الـ initial condition واستخرج الثابت، استخرج الثابت C، ويطلع لي الـ exact solution بهذا الصورة. الغاية من عنده شنو؟ الغاية انه اي قيمة الـ X هنا عوضها يطلع لي Y، فإذا قارن اني ويا التقريبي فلازم عندي علاقة بين الـ X والـ Y. أما ما يخص الـ numerical هنا ما محددك بأي طريقة، فحن نختار الطريقة الأولى، هي طريقة أويلر. صحيح يمكن الـ accuracy ما تطلع عالية، بس نختارها يعني إذا ما محددنا بالسؤال. طريقة أويلر شو أحتاج؟ أحتاج الـ F، فأنا مطيني الـ F اللي هو يمثل نفس المشتقة، يعني الـ Y prime ونفس شون ما اتفقنا، واحتاج الانيشال كونديشن، واحتاج الانيشال كونديشن الاكس، واحتاج الايج، احتاج نسبه الانكريمنت. فدائما بالنيوميريكال لازم نحضر عندنا طول الانكريمنت الاليمنت او الانكريمنت، وعندنا المشتقه زين، وعندنا الانيشال كونديشن.
فإذا نروح القانون أويلر ش قايلنا قانون أويلر يفرض أنه الواي الجديدة تساوي الواي القديمة زائد الاتش بالمشتقة. زين من أقول مشتقة يعني من أني أفرض أنه n plus n yn plus مو هذا قانون أويلر yn plus ال h بناء ال h في المشتق، فهاي المشتقة أعوض بيها yn xn، يعني أعوض بيها القيم الابتدائية لل x وال y. تشوفون فهذا القانون ال y الجديدة تساوي ال y القديمة بلس h، ال h عدي ال y ال n عدي اللي هي الاثنين، أبدي من الاثنين. ال f برايم هو شنو؟ هو ال y ناقص x. فال y ناقص x معناته اريد قيم ال y وال x، اخذ قيم n، فهاي اثنين وهاي صفر، فيطلع لي ال f برايم. اعوضه هنا راح يطلع لي شنو؟ ال y واحد. بعدين اريد ال y اثنين، ال y اثنين شو تساوي؟ ال y اثنين تساوي ال y واحد بلس ال h f برايم. ال h نفسه ثابت، ال f برايم اعوض به قيم ال y واحد، يعني y ناقص x يصير y واحد ناقص x واحد. زين y واحد هو احنا استخرجناها جديدة، وال x واحد راح يصير يعني زائد h وهكذا. فأنا طلعت ال y1 بدلالة ال y0، طلعت ال y2 بدلالة ال y1، كل عوضت بالمشتقة اللي هي y ناقص x. فهذا هو اللي صار، هذا هو اللي صار هنا y1 y2 y3 y4، مجرد انه عوضت الاحذافيات بالمشتقة استخرجت الواي الجديدة، سواها ثلاث أو أربع خطوات، يعني اعتبر الان صفر أيضا خطوة، فسواها هنا عندي أربع خطوات. وبعدين قارن الإيرور، الايرور شنو قصدي؟ قصدي انه الواي هذني التقريبيات اقارنها ويا الحقيقي. الحقيقي شنو هو؟ انه اعوض الاكس بالاكزاكت سولوشن يطلع لي الحقيقي. فهاي المعادلات التقريبيه اللي استخرجناها من معادله اويلر، وهاي المعادلات او الارقام الحقيقيه اللي استخرجناها من هاي المعادله الاكزاكت سولوشن. وصار عندي أرقام مختلفة، أنقص الحقيقي من التقريبي راح يطلع نسبة الإيرور بين الحلول. فكل اللي عليك إنه هذا القانون تكتبه وتعوض قيم الإحداثيات X و Y بالمشتقة الأولى، كل هذا اللي يسويه. السؤال اللي بعده، use Euler method to find y بين قوسين 1.6 when y 1 هو صفر. use h 0.2. عدي المعادلة التفاضلية بهذا الشكل. هنا أنا ما طالب من عندك exact solution، فما يحتاج تحل analytically أو توجد الإيرور مباشرة directly، نحلها بطريقة عددية
من هو قايل أويلر. فأني بأويلر شو أحتاج؟ أحتاج الأف طريقة أويلر. أني أحتاج الأف اللي هو شنو؟ اللي هو الواي برايم، اللي هو دي واي اوفر دي اكس. لا تلاحظون دي واي دي اكس شلون اجيب؟ بس اقسم دي اكس اجيب على دي واي هنا، يعني منها اقدر استخرج الدي واي اوفر دي اكس، قسمت على دي اكس فيطلع لي ال دي واي اوفر دي اكس، يطلع لي اكس تربيع بلس واي تربيع على اكس بلس واي. هذا هو نفس الاف. زين بأويلر ما عندنا كي 1 وكي 2، مجرد انه الاحداثيات الاكس والان يعني القديمات نعوضها بالدالة، نعوضها هنا نستخرج الحد، والحد الاخر هو القيمة الاولية للواي. هذا اللي صار هنا. هو مطيني الحد مال اكس يساوي 1.6، مطيني الاتش 0.2، فاني ازود الاكس 1 1.2 1.4 1.6 واتوقف، لان هو قال 1.6. واضح؟ والانيشال كونديشن انا ليش ما بديت الاكس من صفر؟ يعني ليش هنا بديته من صفر هنا بديته من واحد؟ ان هو الانيشال كونديشن ده يقول لي عندما الاكس واحد الواي تساوي صفر، فعندما الاكس تساوي واحد الواي تساوي صفر. فالبدايه والنهايه دائما الطرق العدديه انا اعطيك وين تبدي وين تنتهي، لان هي سيريز وبها تقريب. فنعطيك الواحد الواي تساوي صفر، يريد الواي عندما الاكس يساوي 1.6، هذا هو اللي يريده. فالواي من طريقة أويلر، الواي جديد يساوي القديمة بلس اتش في الاف. فنعوض الواحد والصفر، نعوضه وين؟ نعوضه هنا يطلع واحد، بعدين نستخدم قانون أويلر يطلع لي الواي الجديدة 0.2. هسه الواي الجديدة هنا صارت، الاكس الجديدة شنو صارت؟ الاكس بلس اتش، فهي واحد والاتش 0.2 فصارت 1.2. اوكي، بعدين نعوض ذن الاثنيناتن، نعوضن بهذا، لان هذا مثل اف. ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي هذا. من استخرجت هذا اقدر اطبق مرة ثانية الواي، يطلع لي هذا الجديد، القيمة الجديدة الواي اجيبها نفسها هنا. الاكس الجديدة صارت 1.2 زائد 0.2 فصارت 1.4. اعوضها نفس الحالة بالمعادلات، قصدي بهاي الحدود، يطلع لي الواي برايم. وهذا نفس الحالة سوي له واي بلس واحد، وهكذا إلى أن أستخرج الواي قد قيمته كما هو المطلوب بالسؤال عندما الأكس 1.6. إذن المثالين لاستخدام يعني طريقة أويلر.